لا شك إن إحنا اليوم كلنا عايشين في عالم مضطرب تضرب العواصف من كل الاتجاهات، وكأننا في بحر تضربنا أمواج في قوي ونصير بدنا نغرق أو نسقط أنفاسنا عشان نتابع الرحلة من جديد رغم تعبنا وإرهاقنا ويأسنا. بوسط كل هاي الأحداث بنلاقي فيه نور عم بلمع من بعيد، كل ما نقرب عليه أكتر نكتشف إنه هذا النور عم بيزداد قوة، بس أرواحنا وأجسادنا تصل لهذا النور الساطع نكتشف إنه هو مشتهى ورجاء الأمم، هو المسيح أجا في وسط كل هاي الأحداث عشان يدافع عننا وقال: إذا اشتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ واللعيب لا يحرقك. الرب هو المنقذ اللي بيبعد عنا الهموم وبضيء الظلام، كل ما نقرب لإله أكتر هاد بيخلينا نحس بفرح وراحة عشان ندخل لبحر الحياة بثقة، فإحنا عارفين مين أمننا وعارفين إنه الرب رح يكون حدنا دايما كمنقذ، وبلحظة بس كل شي رح يتغير، بس لازم نقرب للرب أكتر ونثق فيه أكتر. الرب هو المحامي وهو المنقذ وهو المخلص بوسط كل هاي الأمواج الهائجة.